مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في درس جديد من دروس الوحدة الأولى وهو Lesson 3 الدرس الثالث Adjectives موضوعنا الصفات Ending التي تنتهي B-I-N-G or E-D صفات تنتهي B-I-N-G أو E-D عندنا ثنائيات من الصفات ثنائيات من الصفات مرة تنتهي بإيدي ومرة تنتهي B-I-N-G مثل من؟ مثل interested شوف ايدي interesting ing bored boring excited exciting وهنالك العشرات من الصفات مثل tired tiring frightened frightening وهكذا اوكي العشرات من الصفات هذا نموذج اذا صفات تنتهي بايدي صفات تنتهي ing الصفات التي تنتهي بايدي تصف لي الشخص العاقل يعني تستخدم للشخص العاقل يعني شلون يعني اللي يحمل الشعور اقول الان اقول I am bored انا اشعر بالملل I am interested in sport انا مهتم بالرياضه I am frightened انا خائف اذا الايدي صفات اللي تنتهي بايدي تصف لي الشخص الذي يحمل الشعور يعني تستخدم للشخص العاقل أما الآي إن جي تصف لي الأشياء اللي تنطيني الشعور وأحياناً تصف الشخص العاقل هسه نوضح إذا بصورة عامة هسه الصفات تنتهي بآي إن جي تصف شنو؟ تصف الأشياء تصف الأشياء يعني اللي تنطيني الشعور مثل أقول The film was boring الفيلم كان شنو؟ كان مملاً The match was exciting المباراة كانت مثيرة اللي شنو اللي هي تنطيني الشعور تنطيني الشعور إذن هسه الإيدي للعاقل الآي إن جي قلنا المن غير العاقل تصف الأشياء وأحيانا قلنا تصف أيضا الشخص العاقل وهي نادرا تستخدم وهنا هسه نوضح شو وقت تصف الشخص العاقل نجي احنا شلون نجي امتحان وزاري كل اللي جانا هو يعني كيفية ملء الفراغ يعني نختار بالاختيارات هسه نجي شلون نملي الفراغ راح اعطيك بعض الطرق البسيطة اللي تطبقها يعني طبقناها على تمرين عندنا بالكتاب وبعض الجمل الوزارية كل هاي يعني الملاحظات انطبقت على الجمل اللي بكتابنا والوزارية شوف انتباه القاعدة الاولى اذا لقينا قبل الفراغ اسم او ضمير عاقل اسم او ضمير عاقل اسم مثل احمد علي اسم مثل نور اوكي هذا اسم عاقل او ضمير ضمير عاقل مثل من مثل اي هي شي وي يو لان الضمائر عاقل ذي تعتبر العاقل وغير العاقل لذلك ما نقدر نعتبرها إذا وجدنا قبل الفراغ انتبه على اسم أو ضمير عاقل اسم قلنا اسمائنا العادية أحمد علي نور وضمائر العاقل آي هي شي وي يو ثم جاء بعد هذا الاسم أو الضمير فعل توبي يجب أن يكون فعل توبي فعل توبي ايش نقصد يعني جرى واحد من ذني أما أم أو إز أو آر أو ووز أو وير شو نخلي بالفراغ خلي بالفراغ الصفة التي تنتهي بإيدي واضح القاعدة الأولى تحفظ هكذا اسم أو ضمير عاقل فعل to be إيدي خلاص شوف هاي الجملة I ضمير عاقل am فعل to be خلينا بالفراغ interested صفة تنتهي بمن بإيدي يعني I am interested in sport أنا مهتم في الرياضة هاي القاعدة الأولى قاعدة number 2 اسم أو ضمير غير عاقل يعني عكس هاي هاي عاقل هاي غير عاقل اسم غير عاقل مثل من أقول مثلا the film الفيلم the book الكتاب the match المباراة the holiday العطلة كل هاي اسمها my flight رحلة الطيران وعندي شنو عندي ضمير غير عاقل واحد اللي هو شنو it اللي هو it إذا اسم أو ضمير غير عاقل أيضا يجب أن يكون فعل بي وقلنا شنو نقصد فعل بي am is are was were شنو نخلي بالفراغ ing إذن هكذا تحفظ اسم أو ضمير غير عاقل فعل to be شنو نخلي بالفراغ
ing. شوف هس. شوف هذا المثال. قلنا ذا فيلم. ذا فيلم شو يعتبر؟ اسم غير عاقل. اجانا وراء فعل to be. شلينا بالفراغ؟ الصفة التي تنتهي بمن؟ ب ing. The film was boring. الفيلم كان مملا. هاي القاعدة الثانية. Number three. إذا وجدنا قبل الفراغ أي لو أي أند لو ذا واحدة من ذني أي واحدة اللي قبل الفراغ نضع في الفراغ الصفة التي تنتهي ب ing. إذا لقينا قبل الفراغ أي لو أي أند لو ذا أي واحدة من ذني لقينا شو خلي بالفراغ الصفة اللي تنتهي ب ing. شوف هاي الأمثلة. I saw a. هاي شنو هنا عندي الدلالة a. Very exciting film. شوف الصفة التي on TV last night. هاي عندنا موجودة جملة في منهجنا. في منهجنا. إذا هنا شنو الدلالة a. شلينا بالفراغ ing. It was the most frightening day of my life. هاي أيضا جاية جملة امتحان الوزاري. وهاي موجودة جملة في قطعة زي طارق أيضا. جابوها في امتحانات الوزارية. شنو هنا الدلالة؟ الدلالة ذي. It was the most frightening day of my life. كان هو أرعب يوم في حياتي. شوف هنا ذي. شلينا بالفراغ. أيضا الصفة اللي تنتهي شنو؟ ing. بعد قلنا أي ان. My brother had an exciting holiday in London. هنا شنو استخدمنا؟ an. إذا نسي شلينا بالفراغ الصفة اللي بمن تنتهي ب ing. هسه إذا لقينا إذن قبل الفراغ أي لو أي أن لو ذا شو نخلي بالفراغ؟ خلي الصفة اللي تنتهي بمن؟ ب ing. هاي نمبر 3. نمبر 4 وهي آخر قاعدة. إذا لقينا بالجملة الأفعال لوك أو فيل يعني بعد الأفعال لوك أو فيل نضع الصفة التي تنتهي ب ed. فيل معناها يشعر ولوك يبدو. لوك يبدو. شو نخلي بالفراغ بعد لوك وفيل؟ الصفة تنتهي بمن؟ بإيدي. واضح هسه؟ يعني مثلا I worked hard all the day. I feel. شوف هذا الفعل feel. شخلينا بالفراغ؟ tired. أنا أشعر تعبان. أنا أشعر تعبان. إذن بعد الأفعال look and feel شو نخلي بالفراغ؟ الصفة اللي تنتهي بمن؟ تنتهي بإيدي. فأربع قواعد بسيطة. أربع قواعد بسيطة ممكن الطالب يحفظها ويطبقها. هسه شوف راح نطبقها على يمن. عندنا هذا تمرين إيه في كتاب النشاط صفحة 8 وبعض الجمل الوزارية. وأنا كتبت لك أيضا جمل إضافية عليهم. سويناها كل 10 جمل. راح نجي نطبق أذني الجمل وقواعدنا العفو على أذني الجمل ثم نشوف الحل الصحيح. شوف الجملة الأولى. هذا اللي هي جمل الكل. شي. شو عندي هسه شي؟ عندي ضمير عاقل. شو جوراها فعل to be. أنا هنا عندي. إذا اسم أو ضمير عاقل. شوف اسم أو ضمير عاقل. فعل to be شو أخلي بالفراغ؟ أخلي إيدي. أنا شوف حتى لو ما عندك يعني ما تعرف المعنى. ماكو مشكلة. بس تطبق لي قاعدة بعد ما عندك أي مشكلة بها. ضمير عاقل. فعل to be إيدي. خلاص. هنا حتى ما تحتاج إلى المعنى، ما تحتاج إلى الترجمة، فقط قاعدة أطبقها. أنا أجنبك الترجمة، كثير من طلابنا يعاني من مشكلة الترجمة، لذلك إحنا نحاول أن نسهل عليه، نسهل الحلول بقاعدة حتى نجنبه قدر الإمكان، قدر الإمكان نجنبه المعنى. Number two. I saw. خلاص. في لقيت A. هذه حاسمة قلنا له. إن إذا لقينا أي لو أي أن لو ذا شو نخلي بالفراغ؟ خلي الصفة التي تنتهي بـ ing. I saw a very exciting film on TV last night. شاهدت فيلم مثير جدا مثير الليلة الماضية في التلفاز. أوكي؟ إذن A. شنو الدلالة؟ A. Number 3. The book is. Book شنو هذا؟ اسم غير عاقل. اسم غير عاقل. اجا وراء فعل to be. خلاص. اذا هنا عندنا قاعدة. اسم او ضمير غير عاقل. فعل to be شخلي بالفراغ. اخلي ing. بس اش اختار؟ اختار bored لو boring. boring.
القاعدة مالتي عن الكتاب كان very boring جدا ممل. I fall asleep whenever I try to read it. أنا أشعر بالنعاس متى ما حاولت أن أقرأه. إذن الدلالة اسم غير عاقل فعل to be ing خلص. We هذا شنو we؟ ضمير عاقل. We ضمير عاقل إجا وراء فعل to be يعني تنطبق قاعدتي. قاعدة الأولى ضمير اسمه ضمير غير عاقل فعل to be إيدي خلاص. وين أروح؟ على إيدي تنطبق عليها قاعدتي. We were very frightened كنا جدا خائفين. When our car broke down in the desert عندما سيارتنا انكسرت في الصحراء. إذن قاعد تلاحظون يعني قواعد بسيطة وقاعد تنطبق على جملنا. شوف he is a شنو الدلالة هنا؟ a very interesting. قلنا إذا لقينا شنو نخلي بالفراغ؟ ing. شنو انتبه على هاي الجملة؟ احنا هنا قلنا أحيانا ال ing شنو تصف الأشياء؟ تصف الأشياء. وأحيانا قلنا العفو الـ ING تصف الأشياء، لكن أحيانا أيضا تصف الشخص العاقل، تصف الشخص العاقل تستخدم للشخص العاقل. هاي الجملة هسه احنا اختارينا الاختيار الصحيح، لقينا الدلالة شنو بعد؟ خلينا ING بعد. إذا لقيت أيضا بعد الفراغ كلمة person أيضا من دلالات شنو نخلي بالفراغ؟ الصفة ING. شوف انتبه هنا علي، شوف خل اترجم لك هاي الجملة حتى ابين لك. احيانا قلنا الاي ان جي تصف الشخص العاقل. اقول هي از فيري انترستينج بيرسون يعني هو شخص جدا ممتع. هي هاز لوتس اوف جريت ستوريز تو تيل لديه الكثير من القصص القصص الجميلة تو تيل ليخبرنا او القصص العظيمة اوكي ليخبرنا. جريت واضح ناشي. هو شخص ممتع يعني يا هو الشخص الممتع هو الشخص الممتع انطاني المتعة يعني هو اللي ايضا شنو انطاني الشعور انه اشعر بالمتعة من جراء ان يخبرنا بعض القصص. اذا هذه الحالة انه شنو الاي ان جي تصف الشخص العاقل. شوف هو رجل جدا ممتع يعني انطاني الشعور. شلون اقول مثلا the film was boring الفيلم ممل أو the match was exciting المباراة مثيرة هي اللي تعطيني الشعور. نانا أيضا قلنا أحيانا الآينج شنو تصف الشخص العاقل فيكون هو اللي ينطيني الشعور. هنا نانا كتوضيح أما دلالة عندك دلالتين أما كلمة أي أو كلمة person من قال جي أي أو person بعد الفراغ شخلي بالفراغ الصفة اللي تنتهي بـ ING. هذا التمرين اللي عندنا لهنا انتهى. لأن الجمل بعض الوزارية بعض أنا أضفتهم. أوكي شوف هاي الجملة وزارية my flight رحلة الطيران هذا يعتبر شنو اسم غير عاقل. يجي وراء فعل to be تنطبق قاعدتي اسم غير عاقل فعل to be ing خلاص منا حتى لو ما نعرف المعنى. يعني رحلة الطيران كانت متعبة because it a 12 hours flight لأنه رحلة استمرت ل 12 ساعة. إذن أعيدها اسم غير عاقل فعل to be ing حتى معنى قلنا بنحتاج. أيضا هاي وزارية what's the شنو الدلالة the. أيضا قلنا إذا لو the شختار ing الصفة اللي تنتهي بمن ب ing. What's the most exciting thing? وما هو أكثر شيء إثارة you have ever done? أنت عملته لحد الآن. إذن the الدلالة ing. Number 8. هاي جملة خارجية وهي 9 و10 اللي أنا ضفت لك إياها. He is such. هذا إيش عندي هنا؟ أي. شنقينا بعد الفراغ person. شخلنا بالفراغ قلنا الصفة اللي تنتهي بمن ب ing. هاي الجملة تشبه هاي الجملة الخامسة. شوف he is such a boring person هو رجل جدا ممل. he never wants to go out لا يريد أن يخرج للتنزه. إذن أيضا هنا إنه قلنا الـ ing أحيانا تصف الشخص العاقل اللي هو ينطيني الشعور. بس عندي دلالة والدلالة أي وperson لكن هذا توضيح. is there anything wrong هل هناك شيء ما
يجر على بصورة خاطئة يو لوك. اوكي شوف هنا شنو عندي الفعل لوك، قلنا هنا القاعدة نمبر 4 بعد لوك وفيل شنو نخلي بالفراغ؟ الصفة اللي يو لوك وريد، انت تبدو قلقا، وريد وليس ورين، هذا اختيار. ليش الدلالة شنو؟ فعل لوك، قلنا يتبع بالصفة التي تنتهي بإيدي. نمبر 10 did you hear the، شنو الدلالة؟ the، قلنا عندنا ذا شنو نختار؟ صفة بمن تنتهي؟ تنتهي ب ing. Did you hear the shocking news؟ هل سمعت عن أو سمعت الأخبار الصادمة shocking about the accident، حول الحادث؟ إذا هنا شنو الدلالة؟ الدلالة ذا، اختارنا شنو الصفة التي تنتهي ب ing. إذا هسه نلاحظ من خلال ذن الجمل انه جمل كتابنا وجمل وزاريه وجمل خارجيه نطبقنا ذن قواعدنا نطبقن كلهن عليهن وما عندي اي مشكله بهن. هذا هو درس الايدي والاي ان جي، وقلنا هذا يعني كل اللي يجي عليه بالامتحانات الوزاريه هو اختيارات، درس بسيط جدا. Thank you for everybody. I hope to meet you in next time. ان شاء الله انتظرونا في درس جديد. Thank you.